كان بعض السلف يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل لتمنيت الموت، وذلك لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى. والله وصف خيار عباده فقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم أطاعوا الله عز وجل وأحسنوا، ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم، فعلينا أن نكون خائفين أن ترد علينا أعمالنا، ولا نعجب بها ولا نستكثرها، لأنها قليلة في حق الله، لأن حق الله علينا عظيم، ولكنه سبحانه يعفو ويجود ويتكرم من فضله. ولكن لمن أحسن الظن بربه، فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم وأملوا خيرا واعملوا صالحا.